بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قضية تحت الضوء. لم يمض اليوم العالمي لحرية الصحافة إلا وشهد تطورات عديدة بعد تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا، تمثل في خروج الإعلاميين في الإعلام الخاص مطالبين بعقود بعد تحرير الفضاء السمعي البصري ومرور سنة على هذا الإعلام الخاص الذي شهد توسيعا لقنوات خاصة وإذاعات خاصة. فهل هذا الحراك الشبابي الأخير الذي شهده الإعلام الموريتاني والمطالب بضرورة وجود عقود وحقوق لهؤلاء الصحفيين أتى في الوقت المناسب؟ أسئلة من بين أخرى نتناولها في هذه الحلقة مع نقيب الصحفيين الموريتانيين دكتور حسين والمدو، ومعنا كذلك رئيس اتحاد المحررين الشباب الأستاذ ملاوي البحيدة، ومعنا أيضا الصحفيين في إذاعة موريتانيد السابقين الزميل الحسن والمحمد رمين، وكذلك الزميل حمود والعمر مقدم برنامج نكتة على الهواء. لو بدأنا معك دكتور حسين والمدو، هل هذا الحراك الذي بدأه الشباب الذين يعملون في الإعلام الخاص أتى في الوقت المناسب؟ أشكر قناة شنقيط على إتاحة هذه الفرصة. أعتقد بأن الحراك كان في وقته، وكان غايته الأساسية هو المزيد من تصالح المؤسسات مع طبيعة القانونية التي تلزمها بإيجاد عقود قانونية مع العاملين بها، ويأتي أيضا ويتنزل بعد مرور قرابة سنة ليس على تحرير مجال السمع البصري وإنما على أيضا وجود هذه المؤسسات. ومن منطلق التوجس والتخوف الذي يتمثل لك كل مراقب وكل فاعل داخل الحقل الإعلامي من أن نعيد استنساخ التجارب السابقة سيما ما حدث في الصحافة المكتوبة، كان حرص أغلب الفاعلين الإعلاميين في موريتانيا على ضرورة أن نطلق صيحة الإنذار في البداية وأن ننبه إلى أن الانحراف بدأ في مسار هذه المؤسسات التي يتعين أن تقوم أساسا وأن تهتم أساسا بعصب العمل الإعلامي وهو الصحفي، وذلك عبر توفير عقود قانونية ملائمة وخاضعة للاتفاقية الجماعية للشغل للعاملين بها، إذ أن البعد التقني أو الفني حتى وإن كان وجيها في إقامة هذه المؤسسات إلا أن البعد الأكثر أهمية هو العنصر البشري المكون والمربوط بعقود قانونية. لذلك طالبنا أكثر من مرة بضرورة تعزيز المؤسسات المقاولات الصحفية سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية، وبضرورة الأخذ بالاعتبار حال تقييم أو تقويم هذه الأبعاد المعطى البشري المكون وليس المعطى التقني، ولا وجود مقرات ولا وجود معدات، لأن ما يضمن استدامة الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسات وحسن تحسن هذه الخدمة أيضا وتكريس حق المواطن في الإعلام الذي هو الأساس الذي على أساسه يتم دعم الصحافة هو العنصر البشري المكون وهو الصحفي عصب هذا العمل. على مستوى النقابة قررنا حينها أن يكون الاحتفال بيوم الشغيل العالمي السنة الماضية تحت شعار عقودنا حقوقنا، وأعتقد بأن الأمر ينبغي أن يفهم كنوع من الدعوة إلى تصالح المؤسسات مع القوانين، ولكن أيضا حتى كنوع من الدعوة إلى المزيد من تحسين المخرجات الإعلامية لهذه المؤسسات. لذلك هي فرصة وهي تحدي، وفرصة للمؤسسات لأن تحسن من أدائها بالتصالح مع العاملين بها، وفرصة للمواطن أيضا بأن يجد إعلاما متنوعا متعددا ولكنه قوي وكفو، وهذا يتطلب دائما وجود عناصر بشرية توفر لها الحدود الدنيا التي تقرها نور المعمول بها، زيادة أيضا على أن نحول على الأقل بعد استقراء مسار تاريخ الصحافة الموريتانية أن نحول دون أن نعيد استنساخ تجربة الصحافة المكتوبة، تجربة عددية كبيرة مئات الصحف أو التراخيص حتى لا أقول الصحف، إرهاصات نحو التوجه نحو مؤسسة، ولكن غياب الطاقم البشري لم يؤمن تراكم التجارب في هذا الحقل، وباتت الصحافة المكتوبة على الأقل متأخرة عن تنامي وانفجار العرض على نوعية جيدة سواء على المستوى الشكلي وعلى مستوى النوعي. أستاذ مولاي، أشار دكتور حسين والمدو إلى أن هذا الحراك أتى في الوقت المناسب بعد سنة والتي مضت طبعا على تحرير الفضاء السمعي البصري. أنتم في اتحاد المحررين الشباب نظمتم وقفة أمام الهبة والتقيتم أيضا برئيسها، هذا الحراك إلى ماذا يهدف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة شنقيط على هذه الفرصة، إتاحة الفرصة. في الحقيقة هو حراك يأتي ضمن الكثير من النضال الصحفيين
خاصة نقابة الصحفيين طيلة الفترات الماضية، والآن وصل إلى نقطة كان يجب أن يوصل إليها، أن يكون قد وصل إليها مسبقا، وهي تكملة، هي الوضع المزري داخل هذه المؤسسات الخاصة، خاصة للناشئة بعد تحرير الفضاء السمعي البصري. كانت فعلا ثم أزمة تفاقم داخل المؤسسة، القطاع الخاص القطاع بصفة عام الإعلامي، لكن خاصة القطاع الخاص كان في فوضوية فيما يتعلق بالعمال، وكان فهم خلط بين المؤسسات، بين المدير وبين بين المحرر إلى غير ذلك، بما بينها ما فهم مقبل تماهي واسع بين المدير والمحرر والفني وغير ذلك. ومع وجود تحرير الفضاء السمعي البصري تفاقمت هذه الأزمة، وأصبح القطاع يحتضن كم كبير من الصحفيين الشباب، وبدأت هذه بعض هذه المؤسسات تحاول فعلا الاستفادة من خبرات هؤلاء الشباب، لكن مع ذلك أيضا في الأخير بدأت تستغلهم وتستغل قدراتهم في وضع غير قانوني وغير أخلاقي، وعليه أصبح من الضروري أن نقول لا لهذا الوضع المزري داخل هذه المؤسسات الخاصة، بعد أن كنا نقوله ضد الفساد وضد أمور أخرى، الآن يجب علينا أن نقوله، ووصل لمرحلة لا يمكن أبدا أن يتجاوزها. ونظمتم وقفة أمام الهبة؟ نعم، نظمنا وقفة في هذا الإطار، وإن شاء الله ننوي أيضا وقفات أخرى عندما تتاح لنا فرصة في هذا المجال. زميل لحسن، أيضا هنالك تساؤل يطرح نفسه، في الفترة الأخيرة شهدنا تسريح 11 صحفيا من إحدى الإذاعات، هذه ظاهرة الفصل التعسفي التي تشهدها هذه المؤسسات الخاصة. أولا نريد أن نعرف تسريح 11 صحفيا من مؤسسة كنت تعمل فيها، أولا ظروف، ثانيا هذه الظاهرة التي أتت بعد المطالبات العديدة بعقود ربما كانت هي الفيصل بين هذه المؤسسة وأبنائها الذين أنشأوها من البداية وحتى اليوم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أشكرك زميل الداعي يعقوب، ومن خلالك أيضا أشكر قناة شنقيط على هذه الفرصة التي أتاحت لنا. ما يتعلق بسؤالك، فعلا أزمة 11 صحفي بإذاعة موريتانيا MFM التي شهدتها الساحة الإعلامية مؤخرا هي دليل قاطع على ما كان يتحدث عنه النقيب قبل قليل، وهو غياب ربما الإطار القانوني الذي يحمي الكادر البشري داخل المؤسسات الإعلامية، سواء كانت خصوصية أو عمومية. لابد من وجود هذا الإطار القانوني، ولابد من وضع النقاط على الحروف مع مديري هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بالنضال، ولا يتم أيضا إلا من خلال الدخول في إطار نقابة الصحفيين التي هي الذائد عن حمى هذه الشريحة الإعلامية. في الحقيقة قضية موريتانيد والفصل التعسفي الذي تعرض له 11 صحفي بإذاعة موريتانيد MFM، وأنا كنت طبعا من الذين تعرضوا لهذا الفصل التعسفي، هو في الحقيقة حين نعود بالذاكرة قليلا إلى دقائق واللحظات ما قبل إعلان مدير إذاعة موريتانيا MFM عن هذا الفصل التعسفي واجتماعه الذي قامه مع العمال أو مع العاملين بهذه المؤسسة، ستلاحظ أنه كان هناك خرجة إعلامية قام بها المدير في ندوة اتحاد الناشرين، وتحدث فيها تستطيع أن تقول بصريح العبارة أنه سيقوم بفصل 11 أو 8 حسب بشكل عادل 8 من المحررين الذين كانوا يعملون معه داخل مؤسسة إذاعة موريتانيا MFM، وكأنه يعني يريد أن يرد على حراك قامت به كوكبة شبابية من الإعلاميين داخل الساحة الإعلامية من أجل الارتقاء والنهوض بهذا القطاع الخاص، ومن أجل تصحيح الوضعية القانونية لهم ولزملائهم في مختلف المؤسسات. إذا كانت ردة فعل غير طبيعية، ويعني لم أنا في اعتقادي بأنها لم تكن الردة المناسبة على هكذا حراك. كان يجب أن يجتمع مديري المؤسسات أن يتخذوا قرار موحد، وقرار أيضا يراعي البعد الإنساني والبعد القانوني والبعد الموضوعي لهذه المهنة النبيلة، قبل أن يكون يعني واحدة بواحدة والبادي أظلم.
بالانتقال إليك حمود واللعمر، أنت تعتبر من الصحفيين المعروفين في إذاعة موريتانيا عبر برنامج نكتة على الهواء، ولدينا كثير من المستمعين والمشاهدين ربما لديهم فضول في أن يتعرفوا على حمود واللعمر. السؤال الذي يطرح نفسه هو عندما يحرم المستمع أو المشاهد من مادة إعلامية بهكذا نتيجة لظروف ما، هل فعلا المطالبة بالعقود التي اجتاحت الساحة الإعلامية الشبابية مؤخرا هو الذي قصم ظهر البعير بينكم وبين موريتانيا يمكن أن نقول؟ شكرا لك زميلي الداه، وشكرا أيضا لقناة شنقيط على هذه الاستضافة، وشكرا أيضا لنقيب الصحفيين الحسين والمدو الذي وقف معنا تكرارا من خلال ظهورنا الأخير ومن خلال هذه النكبة الأخيرة، أنا أسميها نكبة، وأشكر أيضا مولاي بحيد الذي كان هو الذي بدأ بهذا الحراك منذ الوهلة الأولى، قد استيقظ باكرا لهذه المهمة، هذه تحياتي إليهم ككل. في البداية فقط ننوه إلى بعض النقاط التي ربما تكون غابت على زميلي الحسن والمحمد لمين، ذكر فعلا نقاط واردة، وفعلا هي 11 كوكبا، أنا أسميها 11 كوكبا لأنها من الركائز الأساسية والأعمدة الأساسية لإذاعة موريتانيا أم أف أم منذ الوهلة الأولى ومنذ البداية. 11 التي تم تسريحهم وقفت عليهم إذاعة موريتانيا أم أف أم طيلة سنة كاملة، سنة كاملة من العطاء، تكرم بطرد أو فصل تعسفي يعني من دون أن يذكر لهم ولا أي جميل طيلة هذه السنة. هذه تحياتي أيضا أنا هنا لإذاعة موريتانيا أم أف أم مهما كانت ومهما فعلت، وأقدرها وأكن لها الاحترام، ولكن في الأخير فقط أقول بأن الحقل الإعلامي ما زالت هنالك ثغرات فجوات داخل الحقل الإعلامي ككل، وخاصة الخصوصي والعمومي للبيت ربا يحمي، لكن إذاعة موريتانيا أم أف أم كما أسلفت أشكرها على هذا التكريم، طيلة سنة من العطاء وكرم بطرد تعسفي، نظرا إلى أن 11 صحفي كانت أيضا شريحة المستمعين والمجتمع ككل يستمع إلى إذاعة موريتانيا أم أف أم عن طريق هذه الوجوه. إذا أنا لا أعرف حتى هذه اللحظة ما هو السبب هذا الفصل التعسفي. ثانيا أيضا لا ننسى بأن المادة المقدمة للوسط والمقدمة للمجتمع ككل في المؤسسات الإعلامية، لا أعمم إطلاقا المؤسسات الإعلامية، ولكن ما زالت هنالك بعض من المؤسسات لا تحترم حتى المستمع. أريد من هذه الإذاعات في الوهلة الأولى تثقيف الطبقة، وطبقة التي لا تتمتع بقدر من الثقافة، ونقلها من المنطقة الرمادية إلى منطقة الضوء. نحن شاهدنا في الأونة الأخيرة، والكلام هنا طبعا موجه إلى سلطة السمعيات البصرية، بعض الإذاعات المادة المقدمة لا تتماشى إطلاقا مع الظرفية الحالية للمجتمع، مادة يعني لا تسمن ولا تغني من جوع إطلاقا. هذه نقطة أيضا أود أن أشير إليها. وفي الأخير أتمنى من هذا الحراك الذي لم يكن وليد الصدفة، وإنما أتى بعد مخاض عسير، نحن عانينا أكثر، عانينا الأمرين في الإعلام كما قلت له، هو بالنسبة لنا فعلا دخل له كهواية حتى هذه اللحظة، لكن عانينا الأمرين عندما أردنا أن نحصل على حقوقنا، أن ندخل في إطار قانوني واضح يخوله لنا القانون، كانت نهايتنا هي أن نخرج من أوسع الأبواب وإلى الشارع. هذه تحياتي طبعا لكل القائمين على الحقل الإعلامي، ولكن أقول لهم أن إن شاء الله القادم سيكون إن شاء الله في منطقة الضوء وأكثر وأكثر إن شاء الله، وأرجو الحقل الإعلامي ككل أن يكون هو الآخر في منطقة الضوء بعيدا عن هذه الممارسات والاستغلال المشحف لهذا الطاقم البشري ولكوكب شبابية هي التي نقلته من المنطقة الرمادية إلى منطقة الضوء. في الأخير نحن الصحفيين نحمل رسالة كبيرة ونضعها في مكانة خاصة، وسنظل نحافظ عليها وعلى المادة الإعلامية المقدمة إلى المستمع أو المشاهد. وهذه تحياتي لكل مستمعي إذاعة موريتانيا أم أف أم، وإلى كل مستمعي الذين تابعوني وسايروني وواكبوني على أثير إذاعة موريتانيا أم أف أم، وتحياتي أيضا لكل العاملين فيها. بالعودة إليك دكتور حسين، العديد من التساؤلات التي تطرح ما بين العقود وما بين الفصل التعسفي في هذا الإعلام الخاص الذي يعيشه سنة، أين ستسير النقابة في طريق النضال والبحث عن حقوق هذه الكوكبة الشبابية التي دخلت الباب الإعلامي عن طريق الإعلام الخاص والذي يقول كثيرون أنه لا ضمان له؟ أنا أعتقد بأن النضالات التي نقوم بها الآن والتي يترأسها أيضا اتحاد المحررين الشباب، أعتقد بأنها نضالات كما سبق وأن قلت جاءت في وقتها. أعتقد بأن كل الذين تابعوا الحقل الإعلامي سيشفقون بكل تأكيد على أن نخبة
من شبابنا الذين استهوتهم هذه المهنة ودخلوا إليها، وكأنني أرى في بداياتهم نهاياتهم، بمعنى وكأنني أرى صورة الصحفي الذي يمنح زهرة شبابه لمهنة لا تطعم خبزا، يبقى بها لغاية 30 سنة، يضعف تخور قواه العقلية والجسدية ويخرج ليلعن هذه المهنة التي لا تطعم خبزا والتي تعتبر المهنة الأكثر لؤما حيال ممتهنيها. هذه هي النهايات التي عاشها أغلب العاملين قبلكم في الحقل المكتوب. على المستوى الشخصي وعلى المستوى النقابي لا أريد لأحد أن يعيد تجربة ذاته، أن يدرك بأنه في نهاية زمنه بدون تأمين صحي، بدون راتب يضمن العيش الكريم مع كل ما يرتبط بذلك من حدار أخلاقي إلى مزالق لا أحد يريدها لكم. لذلك كان من واجبنا أن نطلق الصيحة في البداية، وأن ننبه إلى أننا نعيد استنساخ التجربة التي لا أحد يريد لها أن تعود، سيما وأنها نعيدها في سياق مغاير في غل القنوات الإذاعية والتلفزية التجارية. ولاحظوا جيدا، قنوات التلفزية التجارية ملزم بأن توفر أدنى الحقوق، لأن على الأقل في الاتفاقية الجماعية الخاضعة للشغل، لأنها وجوبا من الناحية القانونية يجب أن تنتظم على شكل مؤسسات تجارية. ما رخص في موريتانيا ليس القنوات الجمعوية، القنوات الجمعوية هي قنوات ننتظر ترخيصها بين الحين والآخر حتى ننتقل من تكريس التعدد إلى تكريس التنوع والزيادة، ولكن لم يرخص. القنوات الجمعوية للمشرع فرض عليها كثيرا من الإتاوات المالية وللرسوم، لأنها هدفها غير ربحي، تعبوي، تحسيسي حول قضايا التنمية وقضايا الوطن. أما القنوات التجارية فهي مؤسسات وجوبا عليها أن تنتظم بشكل تجاري طابعها ربحي، وهي مؤسسات خاصة، وأدنى الحقوق التي يتعين أن توفرها للعاملين بها هي العقود الجماعية الخاضعة للاتفاقية الجماعية للشغل. هذا من أدنى الحقوق. بعض القنوات التجارية يغضبها على دكتور حسين المدح حينما يقول هذا، يقول لك تجربة السنة، أعطينا فرصة حتى نقف على أقدامنا. أنا كنت نضرب له مثل، أنا كنت شاك أن المحررين والناس اللي طالقة عيطة ذلك بأنه ضرورة التصالح مع مقتضى القانون أنهم يساعدون من حيث لا تدري القنوات هذه القنوات، لأنهم يعمدون إلى المزيد من تأسيسها على أسس ثابتة وسليمة. وقد إن شاء الله لك نضرب لهم مثلا، لا تقبضوا سلطة التنظيم مثلا وتعطي إتاوات، تعطي ترخيص لماتل وشنقتل وموريتل وتعطي الناس كريديه، وعقب ذاك يقول لهم أخذ الله سامحهم على الشركات ما عندهم شرار كدين يقوم. لا، هذه مؤسسات تجارية، والضمان المالي المقدم في البداية هي أكبر ركيزة لها، وسبب إقصاء العديدين به لما وفروا ضمانات مالية كافية لاستدامة الحق. ومن خلال لقاءاتنا مختلف وزراء الاتصال الحاليين والسابقين كانوا دائما يحرصوا، نقول لهم لماذا بعد أن أطلقها القانون وهي القنوات الجمعوية لماذا تقيدوها بمرسوم مرجع إلى حين؟ يقولون يا أخوتي إحنا لا حرصا ياك ما نعيد استنساخ تجربة الصحافة المكتوبة بعد 20 سنة صحيفة في رقاجين ولا هي مؤسسة ولا كذا، نختار نديروا ضمانات جاد. وكنا دائما نعانوا من التمييع ونعانوا دائما، وتفهم البعض هذا العذر بدل يعود فيه ضمان الحقوق العاملين بهذه المؤسسات، وانه ما تقول لي انا لين افتح بنكي قال للاسف ما عندي الفضل، ما تصح. قناة تجارية، مؤسسة تجارية، اذن حقوق الاولى فيها اللي قالوا ضمان حقوق العاملين بها. قراش اعرب عن الارادة الجاد في ذاك، وخرص كان الناس كاملة عاملين سلطات عمومية وشخصيات فاعلة هي تعود كاملة إلى جانب المزيد من تعزيزك المؤسسية وإنجاح التجربة. به اللي احنا في مركب واحد، احنا اللي نتفصل التجربة، تجربة تحليل المجال السمعي البصري مع 3 فم صحافة هاوية داخل الصحافة السمعية البصرية، ولا 3 فم مؤسسات، ولا 3 فم إشهارات، ولا 3 فم سبة، وفشلت التجربة. نقول انها دائما للتجربة يلا تحاط دائما بضمانات النجاح. أول ضمانة للنجاح هي أن القائمين على المؤسسات يفهمونه قبل مؤسسات تجارية هدفها ربحي، الضمانة المالية هي أكبر شيء فيها، والضمانة المالية من أجل 3 مسائل: واحدة ضمان حقوق العاملين بها، الثانية استدامة تكريس حق المواطن في الإعلام ولا هو لا الفني وحده، ما هو لا البعد الفني قال البعد البشري، والثالث تكريس خدمة نوعية جيدة.
احنا ما مهم تعود عندك تلفزه ما تبث شيء مهم ولا اذاعه ما تبث شيء مهم، هذا ما هو المهم. ولا كامل تعدل الدوله انه وجوبا في قوانين النشر وفي القوانين الحاليه انها تدعم الدوله تدعم الصحافه، ولا واجب عليها تدعم القطاعات الخاصه الاخرى كيف تلبات يقولها بيدي الصحافه تكرس جزء من حق دستوري قالوا حق المواطن في الاعلام والدوله تتدخل فيه ولا بد من دعمته دائما. انتم الان تساعدون وتحفزون المؤسسات المقاولات الجديده في تفادي الانحراف، تطلقون الصيحة من أجل في البداية من أجل مواكبة هذه الإصلاحات وتعزيزها. إياك ذي التجربة، تجربة تحرير المجال السمعي البصري ما تفشل، واللي انت خلق ذا على الله إن الله يعود من أسهل الأمور اللي يضمنهم الضمانات الأولية اللي تشكل جزء رئيسي من اللي قالوا دفاتر الالتزامات والعقود ومن الترخيص لهم أصلا، إنها لا تعود تشكل تحفيز لنا كاملين فإننا نعضدوا للتجربة وإننا نواكبوها. ولذلك أنا ما حتى إلى عاد فهم التمايز اللي تقتضيه البعد التربوي وإن هذا نقابي وهذا رب عمل وهذا، غير أعتقد بأن هذه الصيحة اللي مطلوقة ضرب إنها فائدتها الأكبر لا يتعود للمؤسسة الحاضنة إلين تتفهمها به اللي لين تتعزز المؤسسة الحاضنة. أول مستفيد وافترض أنه فيه لكن لله قائم على عصب العمل وهو الصحافي، وهم آفاق كبيرة في حالتهم الصالح ومعاده الدور تفتح امامه. نقطتها الاولى اللي قال له نجاح التجربه بصفه عامه اللي ما خالق حد ما يختارها، ما خالق حد احنا شركاء ما خالق حد ما يختارها تنجح. الناحيه الثانيه ان الاحصائيات حالا احنا عندنا حدود 200 الى 300 شاب من نخبه المجتمع تعمل داخل هذه المؤسسات، ولكم انتم تعرفوا بان هذه المؤسسات تحولت ليس فقط الى موفر للاعلام ومكرس لحريه التعدد والتنوع، وانما هي بالمقابل فرصه لامتصاص اليد العامله المؤهله والكفوه والنخبه منها بما يحمله ذلك من بعد اجتماعي كبير. ولذلك هذه لا يتعقب تعود من واجبات الدوله تعضيدها خارج الاطار. دكتور هنالك نقطتين أود الرد عليهم بسريعا. الفصل التعسفي، عندما يفصل عامل من قناة أو إذاعة خاصة فصلا تعسفيا بعد سنة من العطاء إلى الشارع، ثانيا عندما يصرح أحد المدراء المؤسسات الإعلامية بأنه لا يبحث عن مادة جيدة فقط، أبحث فقط أن يظل تشنشين موجود فقط في الإذاعة، هذا تميع الحق الإعلامي دكتور؟ لا لا لا، شوف الإذاعات والتلفزيونات مقدمين دفاتر التزامات ودفاتر شروط ملزمة بهم، مقدمين ترشح للحصول على الرخصة، وذلك مقابل تعهدات دائمة توفير خدمة نوعية متنوعة ومتعددة، وهي ما قد تخرج لكم بالإجراءات الفنية وبالعناصر البشرية القائمة عليهم. والسوق التنافسية تعدل أي فرد، أكبر شيء يخشى منه أنه لا أحد يقهر آخر على ضرورة التمسك الاستماع بهذه الإذاعة وعلى تلك التلفزة. البدائل موجودة، وبالتالي أنت مدفوع باليد الخفية بالمفهوم الليبرالي ستظل دائما مضطر إلى الاستجابة لتطلعات ورغبات مستمعيك ومشاهديك، لأنك في سوق تنافسي. أنت عندك 5 إذاعات وخمس تلفزات، واحدة منهم قعدت وقالت أنا مهمة عندي إنها لا نعني عند التلفزة والرخصة، تتجاوز الأحداث، ما تلحد تابعها به اللي أنا عندي بدائل. فضل النظام اشتراكي والله، فضل النظام ما هو ليبرالي، إذا قدي صح به اللي الدولة البدائل ما متوفرة، أنت في مناخ تنافسي من 5 إذاعات وخمس تلفزيونات ملزم مدفوع قلت لك باليد الخفية الليبرالية أنك لابد من تستجيب لطلبات طلبات طلبات. بالنسبة للفصل التعسفي احنا للأسف الشديد، وده هو اللي كنت نقول لك، أن الانطلاقة كانت خاطئة، انطلاقة في جميع، أنا نقول لكم أنه ليس سر أن جميع الإذاعات والتلفزيونات الموجودة حالا في البلد ما فيه واحدة منها خاضعة للاتفاقية الجماعية للشغل من طرف صحافي واحد عامل فيه، أكبر خرطة قد يخلق. ومن خلال لقاء اليوم استقبلني رئيس سلطة العدالة الصحة والسمعة البصرية وجددت له التأكيد على ضرورة قيام السلطة بالمزيد من الجهد في سبيل تصالح المؤسسات مع مقتضيات القانون، ولكن كذلك وهذه أشمل في سبيل إنجاح هذه التجربة بالاهتمام بالعنصر البشري العامل داخل هذه المؤسسات، وأعرب لي عن إرادة كبيرة في ذلك. ومن خلال اللقاء ايضا او ما اعرب عنه بعض القائمين لحد الان على هذه المؤسسات من ثمة توجها يهدف الى التصالح مع المقتضيات القانونية. لا اريد ان افرط في التفاؤل لانه هذه لحد الان عبارات او شعارات حسنية، واعتقد بانه يلول للحراك اللي خلق
ما كانت له تخلق. بيدش كان له يخلق؟ كان يتم ولا ماشي. بعد سنة سنتين قال الهيئة المنظمة والسلطة الضابطة السلطة العليا للاستعانة المصرية للدولة قال الدخل تقول قالوا كبر 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 الجرح على على الرتق مثلا تفاقمت وبالتالي تصبح مهنة تثير الإشفاق. خليهم قطاعا غير مصنف وتجاوزنا. لذلك تصحيح البدايات هو شرط النهايات. واعتقد بان هذا الحراك وعاده مولي الحراك لا يوعى لقاش بحقوقه الا عاد عايش بؤس ولا عاد عايش كل شيء ولا واعي بحقوقه. لكن ما يكفي التقدم الامور نقول من دور اصلا انه البؤس لا يوقظ الشعوب ولكن يوقظها الوعي به. وانتم راكعتوا مرحله الوعي بان المسار اللي سلكته انه خاطئ. وكل الفاعلين سواء القائمين بمؤسسات الاعلام العمومي هم الاوعى والاكثر تلمس ان المسار اللي قبله خاطئ وانه جزى الله من اهدى الي عيوبي به اللي اخطاء مد في سفينه واحده لين تغرق لا تمشي كامله فيها. نجاح التجربه يلا نعمله كامل لاحاطتها وضمانات النجاح. ونجاحها اول شيء فيه تصالح مع المقتضيات الدنيا اللي تفرضها الدولات والالتزامات والشروط واللي يفرضها اي قانون اي قانون وهو عقود جماعيه مع الصحفيين المهنيين خاضعه للاتفاقيه الجماعيه للشغل. وهذا اعتقد بانه مصلحتنا كامله. أستاذ مولاي أيضا هذا الخروج وهذه الهبة للإعلاميين الشباب والخروج أمام الهبة هل تكفي الوعود فقط من أجل تكون هنالك عقود؟ وأيضا ألا تعتقد أنكم تعلون السقف بطلب عقود من مؤسسات إعلامية لا زالت وليدة؟ لماذا لا تخفضون السقف قليلا يا رجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما ظهر لي أنك بارج من السقفتنا السقف نعود نطالب زيادة الإخلاصات احنا لكن داروا مزلنا بعد الدص قال النقيب. هذا نضال الحقيقة له ياسر من الزمن يا غير. احنا الحقنا اعلنا تقريبا سنة تكفي ظاهر لعلنها من استغلال الأدمية ورقاش في القانون واضح قانون السلطة العليا لصحاب السمعيات البصرية والله قانون تحرير فضاء السمع البصري في 125 تقول علم ملزم مالك متعهد هذه المؤسسة انه يعود ضامن 50% من مال موارد هذه المؤسسة. معناها ضمانة هيك مطروحة. وعلى انه ايضا مولي بنفس الفقره يقول عنه يكتتب فنيين بالاضافه الى فنيين يكتتب صحفيين مهنيين. انت تقريبا قبلت 6 أشهر صحفيين يحملون شهادات خريجين جامعات وكونتم 6 أشهر قلت عنك وعدت عادوا هذول الناس هم المعتمد عليهم هذه المؤسسه مع علاتها كامل اللي خالق. انت على كل حال انت عندك اللاذة وسوقت لها على ان هذو الناس عندك رغم انك ما اكتتبتهم قاعد قبلتهم تو بطريقه فتحت لهم الباب ما ترى عندك الحق تستقل فوق 6 أشهر حسب القانون واضح هذا القانون الشغل انك 6 أشهر يلا تعدل معاهم ولا تفصل معاهم تعدل معاهم عقود وحد منهم ما وصل حق مالك ملزم واللي فيه عدل مسابقه داخليه وحد ما سلام ودعناك لله يعني انت بالنسبه لك ما بالنسبه لي ما نجحت لانك صالح العملي ونتواتعوا عاد عندك شي حق عندي نعطيه لك ولا ما عندك نسامح. حتى بعض المؤسسات الاذاعيه اجرت امتحانات داخليه واستغنت عن عمالها، سرحتهم الى الشارع. طبعا طبعا هذا هو السبب اللي لماذا نقول انهم داروا حقوق داروا عقود وداروا تامين وداروا ضمان. داروا عقود اختاروا لان هذا المحرر اللي نحن نجبره عن واحدين حالا المديرين المؤسسات يقولوا عنه بعض منهم يقولوا انه مجرد استاجر وهو تفتره وطلب حقوق. احنا قابلين انه قاعد يعودوا استاجر غير هذا الناس اللي استاجرات هم اللي قايم عليهم هذه المؤسسه، هؤلاء الناس اللي خطائين في العربيه هم اللي تقوم، هؤلاء الناس خطائين فرنسيه هم اللي تقوم عليهم هذه الماده، الناس هم اللي سوقوا الماده الاعلاميه اللي عنده هو. انداروا الفصل بين المحرر ومالك المؤسسه. يعود فهم ربط بين المحرر اللي يحترق داخل هذه المؤسسه والمؤسسه نفسها. اياك ما تعود ذم نعود انتم ولا ماشي عند السفر دائما حلقه مفرقه اللي تعاقب يخلق شي مشاكل بين المدير سوء تفاهم بين المدير والصحفي اصبح الصحفي ضحيته قالوا خالد قدامنا انت ما انا متوافقين علاش يا مس توقف تقول لي زيد لي الاخلاصات ولا تقول لي عدلني. معناها طلبنا لان تخلق عقود لين تخلق عقود يعود ايش قانونيه يعود ايش الشخص عاد مربوط بالمؤسسه ما ترى عنده علاقه بمدير المؤسسه تعاقبوا الشخص لين يعدل قانون واضح نفصل فيه والطرد والتعليق اذا كان واضح في قانون الشغل. الصحفي يعني عدل خلل
ويعد الرواية. عاد المؤسسة هي اللي تطرده، والله هي اللي تحاسبه، ما ترى عنده علاقة بشيء خارج الإطار، تكلم عن المدير ولا المدير ما هو راضي عنه، ولا المدير عنده ورقاش قال عنه هو كلمة مهنية، ولا كتب تعليق، ولا كتب ملف، ولا عدل تحقيق ما يرضي المدير. في الوقت نفس الوقت يعود هذا تقرير مهني، يعود يا الله يعدل، يقوم يعدل لك، معناها يعود هم عندك عقد، عندك ضمان، عندك معناها انك انت تخاطب مخاطبه اخرى، ما هي المخاطبه اللي اصلا كنت اخاطبك انا، لا وافقني والله ما وافقني وخاطب قدام ما لك مهم، المؤسسه ما يربطك بيش، انت مربوط ويانا انا لبنتي، دخل في ايدي نهايه الشهر نعطيك نحاس والتماشي، ما فهم قانون يحميك لا مشيت وخاطب، يعني ما لك لا في عقد. اسمع لا تخاطب نقول لك شيء اثنين الايام عيط العشره من استشارات صحيح الحقيقه اللي عندي ويشهدوا على انك ما كنت قاعد هم ولا قطن شفت ولا قطريت، خاصه اذا كنت قاعد لا محرر ما تكتب تقارير لا ما توقع تقارير باسمك ولا توقع المقالات باسمك يتعود لا ضحيته وانتاجك، هذا هو السبب عندنا نعودون فرضوا على نياك يخلق عود عادي اعدام عادي ينتقد رقم لنا، ما انا ضد المؤسسات، المؤسسات كي قال نقيب احنا داعمينها ونختار وتتطور نختار وتتقدم وهي هي املنا في ذا كامل، يا غير مولي ما نختار وتعود يعود المعيب المعيب العيوب اللي ظاهره تعود دائما مستمره، خاصه ان احنا كيف دائما نقول نضيء الاخرين، يلا يعود واضح ان زادنا احنا نضيء روسنا وعود واضح ان حدنا نطرحوا مشاكل الاخرين نطرحوا مشاكلنا ونصحوا اختلالاتنا وكان نتقدموا، هو اللي اساسا اللي انطلق من الحراك ومكمل طبيعة الحال للنضالات السابقه اللي قال صاحبي. بالعوده اليك لحسن، بعض مدراء المؤسسات الاعلاميه الخاصه في لقاء صحفيه اخيره قالوا ان معظم الصحفيين الذين لديهم ليسوا على تكوين وانهم هم كونوهم، مع الاشاره الى ان معظم الاعلاميين الموجودين في الساحه حاليا هم خريجوا قسم الاعلام في المعهد العالي للدراسات الاعلاميه للدراسات الاسلاميه والاعلاميه ايضا. السؤال الذي يطرح نفسه ربك عندما ينتقص من قيمه الصحف في هذه المؤسسات والمشاهد والمستمع يعرف هذا الصحفي، كيف ترى هذه الصورة حقيقة؟ أولا فيما يخص حديث مديري هذه المؤسسات عن تكوينهم لهذه الطواقم البشرية، أنا لا أستطيع أن أتحدث إلا عن المؤسسات التي مررت بها لأني ليست لدي أي معلومات عن باقي المؤسسات الأخرى، لا أعمل بها ولا أعرف عنها، يعني حظي منها هو الجهل. أما بخصوص المؤسسات التي عملت بها فأنا على يقين بأنني لم أتلقى أي تكوين من قبل المديرين القائمين على المؤسسات، لأنهم حتى يعني في النهاية بالعكس تماما، أنا الذي أنتج، أنا الذي أعطي المادة، أنا الذي أستغل داخل هذه المؤسسات، أنا الذي أحترق لأضيء للآخرين دروبهم، هم من يرفعون لي القبعة ويعترفون بعطائي، هم من يقدروني على هذا العمل وعلى هذا الإنتاج ويحترموا المادة التي أقدم. لم يعني يكون هناك أي تكوين من قبل هذه يعني هؤلاء المديرين ولم أتلقى منه هذا النوع، يعني يجب أن نعرف من قال هذا. يمكن أن يكون هناك مديرين كونوا طواقم بشرية داخل مؤسسات إعلامية وقالوا هذا الحديث ولديهم الحق في أن يقولوا، أنا لا أستطيع أن أعترض عليه، لكن المديرين اللي مريتان بهم عبر مسيرتي الإعلامية لم أتلقى منهم أي تدريب، لم أتلقى منهم أي تدريب بشكل واضح، لم أتلقى منهم أي تدريب ولم أستفد منهم في الناحية الإعلامية، استفادوا مني هم في الناحية الإعلامية قلت لك بعطائي باحتراقي بإنتاجي للمادة الإعلامية بيقيني بهذه المهنة الإعلامية وبإيماني بها، وفي النهاية كرموني بالخروج إلى الشارع دون أي حق، وعلى أي حال شكرا لهم على ذلك التكريم، كل إناء بالذي فيه. الإعلام الوليد الإعلام الخاص عندما أتت معه وجوه إعلامية جديدة لم تكن في التلفزيون وللإذاعة الرسمية، هذه الوجوه أتت بمادة إعلامية جديدة وأعطت أيضا إضافة للمستمع والمشاهد الموريتاني، وبالتالي أيضا هنالك وجوه تستحق الاحترام بدل الطرد، علقي على هذه النقطة. صحيح، في الحقيقة هذه التجربة الإعلامية الوليدة الحرة المستقلة التي انتهجتها البلاد مؤخرا وشهدها الشعب الموريتاني كانت تجربة يجب أن تحترم ويجب أن توفر لها الأرضية الحقيقية للنمو وللتطور إلى أعلى مستوياتها. للأسف وأنا هذا دائما أقول وقلت يعني كررته مرارا بأن تجربة تحرير الفضاء السمعي البصري التي أقدمت عليها الدولة تم اختطافها من قبل يعني تستطيع أن تقول عقول مدبرة كان يجب
على الدولة قبل أن تمنح التراخيص وقبل أن تفتح الفضاء للمنافسة على الحصول على التراخيص أن تراعي البعد الإعلامي لهذه التراخيص، أن تراعي القراءة والقراءة في خلفيات من إلى من ستمنح هذه التراخيص، هل يحق لهذا الشخص أن يحصل على ترخيص أم لا يحق له، هل سيضيف جديد إلى الساحة الإعلامية، هل سيكون طواقم بشرية يعني تعتبر ثروة وطنية للوطن، هل سيقوم بسياسات عشوائية تخدمه بالدرجة الأولى وليست لديه أي مطامح ولا أحلام بتطوير الإعلام الموريتاني ولا بالنمو به إلى أعلى المستويات. يعني كانت يجب أن مراعاة هذه النقاط في منح التراخيص. بالتالي هذا التحرير الذي هو ثمرة حقيقية للديمقراطية هنا في موريتانيا، وهذا التحرير الذي كان يجب يعني أن نتعاون عليه جميعا من أجل إنجاحه تم اختطافه من قبل عقول مدبرة. وهنا لا أعمم على جميع المؤسسات، هناك مؤسسات محترمة، هناك مؤسسات محترمة خصوصية وعمومية هنا في موريتانيا، هناك صحفيين محترمين، هناك مديرين محترمين يعني متحسسين جدا لقيمة الإعلام ولقيمة هذه المهنة النبيلة، لكن هناك أيضا عقول مدبرة لعبت على ورق الحرية الإعلامية واستفادت منها بالدرجة الأولى في إطارها المادي واختطفت هذه الحرية بشكل أو بآخر وصادرت حقوق المواهب الإعلامية الموجودة داخل الساحة الإعلامية من أجل العطاء ومن أجل الازدهار ومن أجل أيضا النجاح، صادرت حقوقها في هذه المسائل ولعبت على أوراق أنا أستفيد ماديا وألعب على هذه الورقة ورقة حرية الإعلام، أكون مؤسسات وهمية يعني في شكلها يعني ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وبالتالي تمر هذه المرحلة وأستفيد منها، لا يهمني أن يتكون إعلاميين، لا يهمني أن تكون هناك طواقم إعلامية يستفيد منها الوطن، لا يهمني أي شيء، المهم عندي هو الدرهم. هذه العقول يجب يعني يجب مراجعة الحقل من أجل تنقيته من هكذا عقول مدبرة. حمود، السؤال الذي يطرح أيضا نفسه هذه الأيام، هل أصبحت مهنة المتاعب في موريتانيا طاردة للعقول؟ هل سنشهد مثلا، يقول كثير من الذين يقرؤون الطالع أن ربما نشهد غياب وجوه إعلامية في الإعلام الموريتاني من الشباب وهجرتها إلى الخارج على غرار أنه لدينا بيبة والمهادي ومحمد فهد وغيرهم هاجروا، إذن الإعلام الموريتاني ربما سيفقد بعض الأعمدة الشبابية بسبب هكذا وضع. شكرا لك زميل ده. فعلا أعتقد بأن الهجرة الإعلامية لم تأتي وليدة اللحظة، في سنوات طويلة كانت هناك هجرة إعلامية من وجوه شبابية كانت براقة في الحقل الإعلامي وقدمت رسالة طيبة إلى المجتمع. أعتقد بأن الباب الآن سيكون أوسع وأوسع للوجوه الشبابية الموجودة حاليا في الحقل الإعلامي، ستبدأ بالهجرة هي الأخرى بحثا عن مكان آمن يطمن لها على الأقل أبسط الحقوق. حينما يكون الصحفي يا أخي الكريم هي رسالة شرف لي أن أكون صحفيا، وهنا لا أبحث عن المعيار المادي، المعيار المادي فعلا هو ضرورة لكل إنسان، لكن مهنة يعني هذه شرف لي أن أكون صحفيا، لكن أيضا أكون أشرف عندما أكون محمي في إطار قانوني واضح يضمن لي أن أقوم بهذه المهنة على أحسن وجه وأن أوصل هذه الرسالة. أنا أعتقد هنا بأن الحلقة الأضعف في هذا المسار أو أن المتضرر أكثر في هذا المسار هو المتلقي والمستمع والمشاهد على الأقل. المادة الإعلامية، الهدف من المادة الإعلامية أخي الكريم هي تنوير هذه الطبقات، هي في أمس الحاجة إلى نقلها من المنطقة الرمادية كما أسلفت إلى منطقة الضوء، حينما يكون الصراع يأتي من الهرم يأتي من يعني الصحفي هو المتضرر، كيف للصحفي أن ينقل مأساة أسرة ما في مكان ما أو قرية ما في مكان ما وهو يحمل في دواخله يعني ما يفوق الرسالة التي هو ذهب من أجلها. يعني هنالك يعني مفارقة عجيبة، الشباب الصحفيون الآن الذين هم متواجدون في الحقل الإعلامي أو حتى الصحافة أقول لك ككل، الصحفي الموريتاني اليوم يعاني هو داخليا، قبل كيف الإنسان يعاني داخليا أن ينقل رسالة معاناة أخرى في وطن ما في مكان ما؟ هذه مفارقة. إذن لابد من السلطة أن تضع الإعلام على المسار الصحيح،
هنا لا أقول الإعلام لا أقول الإعلام العمومي لأن ذلك إطار آخر، لكن الإعلام الخصوصي، هذه الرخص الأخيرة التي فعلا فرحنا بها كثيرا عندما سمعنا بأنه سيتم تحرير بعض منح بعض من الرخص لإذاعات وقنوات، هذا كان خبر مفاده لنا يعني نوع من الفرح عجيب وغريب، لكن أخيرا ما وجدنا أنفسنا داخل حظيرة يمارس علينا الاستغلال المشحف وبدون رحمة إطلاقا، ونحن نحمل رسالة نبيلة نود أن نضعها في المكان الملائم. فقط أطلب من القائمين على الحق للإعلام أولا مراعاة المادة الإعلامية المقدمة، ثانيا أيضا وضع الشباب في إطار يستطيع من خلاله أن يفجر ما في دواخله من إبداعات تجاه هذا المجتمع، وأن ينور الطبقات المسحوقة والطبقة الأمية، لأن الهدف الإعلام فعلا هو سلاح ذو حدين إذا ذهبنا إلى الأبعد، ولكن قبل أن يكون سلاح ذو حدين يجب أن ننتبه إلى الصحفي الذي يعيش في هذا الحقل الإعلامي. وأقول لك أيضا كلمة أخرى بأن هذا المسار، هذا الحراك الأخير للشباب إن شاء الله سيسير، ولن نتردد قيد أنملة عن أي حق لأي صحفي، ولو ذهبنا عن هذه المهنة على الأقل الصحفيون والشباب وراءنا يعيشون في إطار قانوني واضح يضمن لهم الأمان مستقبلا على الأقل. دكتور حسين، يعاب عليكم في النقابة، نقابة الصحفيين، بأنكم لم تهتموا بالصحفيين الشباب، لم نشهد تكريمات تعطيها النقابة لأحسن برنامج إذاعي، أحسن برنامج تلفزيوني، أحسن تحقيق صحفي، هذه التكريمات غابت من نقابة الصحفيين التي لم تعطي بالا كما يقول بعض المنتقدين لهؤلاء الشباب، وبالتالي لا بأس على أصحاب المؤسسات عندما رأوا أن النقابة لا تهتم بهذه الإنتاجات الجديدة التي أضافت للمشهد الإعلامي، بالتالي لا بأس، فلنقول على هؤلاء يا رحمن يا رحيم. أعتقد بأن الاهتمام كما أشرتم يختلف، الاهتمام قد لا يكون تكريما للإنتاج، قد يكون مساندة وتعضيدا للبعد النقابي، وهذا هو صميم عمل النقاب. وأعتقد بأننا يشرفنا أن نكون من أكبر الداعمين والمواكبين لهذا الحراك، ومن أول المبشرين به على الأقل من خلال إطلاق الصرخة الأولى بتخصيص اليوم العالمي للاحتفال بقضية العقود. لماذا لا نكرم برامج تلفزيونية وإذاعية؟ هذه أمور ترتبط أيضا ارتباط ليس بالوعي بضرورة تحفيز الصحفيين الشباب، وإنما التكريم بمفهومه المادي قد يتطلب وسائل، وليس سرا أن النقابة من أكثر الهيئات فقرا. لذلك نأمل، نسيت أن أقول بأنه بفضل شراكاتنا مع بعض الهيئات، الاتحاد ننظم دورات تكوينية دائما، ولكن خصوصا مع اليونسكو تمكننا خلال الأسبوع قبل الماضي من تقديم برنامج لتعزيز قدرات الصحفيين الشباب، وتم تمويله ضمن أحد برامج اليونسكو بحدود 13,000 دولار. إذا نأمل خلال الأسابيع المقبلة أن تتم برمجة تلك الدورات لصالح الصحفيين الشباب، وهو أمر مهم جدا. الصحفيين الشباب لم يغيبوا يوما عن النقابة، تعمل بهم ولهم ومن أجلهم، كانوا حاضرين في مختلف نشاطاتها، وهم حاضرون كذلك في مختلف انشغالاتها وفي مختلف خططها. وأعتقد بأن القيادة أيضا النقابية هي قيادة شابة، هذا أمر ينبغي أن نعتز به، وآمل إبان تجديد المكتب بعد شهر من الآن أن يتعزز حضور العنصر الشبابي في الهيئات القيادية داخل النقابة، اللي إلى الحد الآن رغم حضوره مصدين ذاك درجة الحضور اللي خارجه. غير أعتقد بأن فرصة تجديد المكتب هي فرصة للتصالح أيضا مع مقتضيات هذه الفئة الشابة. كنت نختار نشير لمرد أخرى هي اللي مرتبطة بالتحدي اللي مطروح ذلك، ليس فقط في محاولة تصالح مؤسسات مع مقتضيات القانونية اللي التزمت بها واللي على أساسها منحت الرخص، غير هو تكريس أيضا لمفهوم من تجاوز هذه المرحلة اللي كان القطاع فيها الصحفي والقطاع الإعلامي هو القطاع الأكثر طردا، طرد النساء من قبل ولم يكن في الإعلام الخاص باستثناء سيدتين أو ثلاثة، قبل وجود تحرير مجال السمع البصري غزت العناصر النسوية هذا المجال، وأضاف المجال من الناحية الكمية على الأقل أنه يشكل لحد الآن ثلث العاملين في قطاع الصحافة كاملة عمومية والخاصة، اللي في
ضربة واحدة لنا 300 تقريبا من العاملين داخل السمع البصر، واحنا عندنا صحفيين كاملين ومن يصدق عليه له الصحفي في الإعلام العمومي المؤسسات الثلاثة والإعلام الخاص 700 بشوي. إذا جاتها مرة واحدة 300 حدود قرابة النصف بفضل تحرير مجال السمع البصري. وكان الاختلال الجوهري اللي عاني منه الإعلام هو أن المهنة مؤسسات الإعلام العمومي ثبتت شوي به اللي هم راتب نعطى بعض الناس اللي ما هي متعاونة ولا هم الناس الأخرى الرسمية. القطاع الخاص في الصحافة ظل الوسط الأكثر طردا للنساء لأنه أقل رحمة، وظل ثانيا ينظر له دائما كمهنة عبور اللي هي الصحافة وليست مهنة استقرار. ومهنة العبور تعدل درجة من التشظي الدائم ودرجة من التسرب والتهرب الدائم اللي ما ينتج عنها نوع من تراكم التجارب ولا خلق أجيال متواصلة غير تحقق القطيعة بين كل جيل وجيل آخر. ولذلك تعود الصحافة من أدركته حرفة الصحافة في القطاع الخاص هو اللي ستان باستا لا هي يقضي وقت تمضية وقت في شبابه، وعندما تدركه حرفة المرجل بين قوسين سيضطر إلى أن يغادر إن لم يريد وإن لم يشاء الانزلاق في مهاوي أخرى. ناحية الأخرى أنه مهنة طاردة لذلك يشتغل فيها لا حد لا يعود عنده فترة شبابية ملائمة لتمضيتها، عاطل عن العمل ينتظر تحسنا في ظروف العمل. وكان إيحاحنا دائما أن إصلاح مهنة الصحافة يتطلب دائما تحفيزها وتشجيع انبثاق مهنة الاستقرار وليس مهنة العبور. بدون عقود قانونية ما يقدر حد يعاد أحسن قلم موجود وأحسن صوت وأحسن صحافي ما يقدر يبقى في مهنة لا تطعم خبزا، يقدر يصبر عليها سنة، يقدر يصبر عليها سنتين ثلاثة، عقبك سيغادر لأن طبيعة التحديات والرهانات اللي طلقت سن اشبه له يطلع. مثلا في ذيك المرحله فترة الشبابيه انا مستعد ان احترق، انا مستعد للإقار، بعد ذلك تعود من شغلات اكثر لكن دكتور براغماتيه تتطلب منك انك لن تستقر الا فيما يؤمن قدرا من العيش الكريم. دكتور يقولون ايضا ان الصحفي في موريتانيا لا يعطى اي تقدير الا عندما يتوفى تقام له ندوه تأبينيه رحمه الله تذكر خصاله. ايضا دكتور هل هنالك تطمينات بصريح العبارة كما يقولون وبعيدا عن الوعود العرقوبية لهذا الجيل الصحفي الشاب بأن تكون هنالك عقود وأن يكون هنالك استقرار وأن يكون هنالك إعلام موريتاني على الأقل شبيه بالتجربة الإعلام المصري؟ أكيد يقارز بشروطه. شرط الأول وعي الصحفيين بأهمية تحقيق ذا المطلب النضالي بهلي ما يوعاو ما تقدر تعود في النهاية لا تنتظر أن حد خلاه يدافع عنك، لا تنتظر أن مدير مؤسسة أيا كانت طيبوبته وأيا كان عمله أنه لا يعود هو أحرص منك على حقوقك. ما تصح، هو التمايز خالق بين المؤسسات، هذا رب عمل وهذا عامل وهذه نقابة وهذا كذا، كلها يهدف الحقوق اللي مرتبطة بالناس اللي مؤتمن على مصالحهم. أول شيء هو ضرورة انبثاق هذا الوعي، والحمد لله بدأ ضركة وفاصلين في عزز أكثر انبثاق هذا الوعي بأني أنا مديري إذا صاحبي والله قريبي العلاقات الأخوية في مكانها غير علاقات العمل مرد أخرى حقوق وواجبات، هو رب عمل وأنا عامل. ولذلك أكبر مشكلة رأيناها في التعاطي مع تحليل مجال السمع البصري هو الصمت المتواطي. الصمت المتواطي معناها أنا ما لحق أخلاقي قاع أني نعكر صف وشي ونقول أني ما نخلص لين أشحدها ونصمت. أنت تحرق ذاتك يقير بالمقابل واللي تسهر لآخرين أن يحترقوا في نفس الطريق به اللي ما صدعت بالظلم اللي تعرض له، اللي ما صدعت بالاختلال. هو في النهايه الاختلال لا يعقب ما يعود يطالك انت وحدك، لا يطال المؤسسه كامله باللي عملها انت، ما لا يتم تشتغل بدون وسائل، لا يتم تشتغل بدون ظروف دنيا. وهذا يا اخوتي ما اكبر من قدو العقود الجماعيه هذه، ما معناها رفود اخلاصات انا قاعد مضاعفتهم 20 مره ولا 30 مره، معناها تامين نوع من اقامه العلاقه المؤسسيه بين رب العمل وبين العامل، تخرج العامل عن حدود المزاجيه وعن حدود التعسفيه المحتمله، وتخرج أيضا المؤسسة من طابع الارتجالية والمجازفة بحيث تديرها في السياق الطبيعي طبيعي العادي. هذا رد على السؤال. النقطة الأخرى اللي شرت لها في أخبارها نقطة أنه يقولون الصحفي في موريتانيا لا يكرم ما يكرم خالق شيء تحديات موجبتك أن الشروط فيها هذا البعد وفيها الأخر من اللي تجاوب الشركاء. نقول تجاوب الشركاء معناها ملاك المؤسسات العمومية لابد من يتفهموا
مطالبنا، لابد ان تفهم العريضه المطلبيه نقدموا لها بانها بقدر ما هي احقاق حق غير ما اللي هي تكريس المزيد من المؤسسيه ومن العمل الاعلامي ومن انجاح تجربه السمع البصري. اهم نقطه اخرى ان الحق اللي يعاني مشكله هويه، مشكله التشظي في الهويه. وليك مشكله هويه، انا عندي حاله نقيض نقدر من الصحويين قلت لك كانت 700 وركعات زادوا 300 تقريبا حدود 1000 عاد. وليك مشكله الهويه ان يعيق كثيرا العمل النقابي في تحقيق المكاسب الاجتماعية، عدم تحديد الهوية يضعف طبيعة المخاطب. نجي للشركاء الرسميين ونقول لهم اختاروكم مثلا صحفيين تعدوا لهم امتيازات خاصة في النقل، امتيازات خاصة في السكن، هذا خالق البلدان كاملة وحق من حقوقهم العادية. يقولوا لهم من هم؟ لا يتنقل لك موريتان كاملة تصبح صحفيين. إشكالية هوية ما يقدر يحلها أبدا يكون ذيك العقود القانونية مع الصحفيين لأكفاء عقود قانونية في مؤسسات، والله ترسيم مولي الكفاءات في الإعلام العمومي والإقبال على اللي ينقال له البطاقة المهنية الموحدة للصحفيين. ذيك لا تعود عندك إشكالية الهوية تم تجاوزها، عاد عندك جسم واحد وواضح وبالتالي تقدر تحقق له بعض من المكاسب الاجتماعية اللي مهمة. ونضرب لها مثال ما توفوا على المستوى اللي كانت فهم خطوات رائده وبنيويه وحققت خلال السنوات الماضيه بفضل نضالاتنا وفضل تجاوب الشركاء الرسميين معنا، المدرسه الوطنيه للصحافه والقضاء، وظيفه الصحافه، الدعم العمومي للصحافه المستقله 200 مليون هذا ما كان خالق، تحرير مجال السمع البصري، الغاء عقوبه الحبس في قضايا النشر، هذه مكاسب بنيويه، التامين الصحي واللي كان تجمع الناشرين فيه دور كبير في المطالبه به، من معوقات تنفيذه حالا هي شاشه المقاولات الصحفيه. بيدي قالوا لو كانت مقاوله ما هي في القطاع المصنف، كانت في القطاع المصنف يستفيد وين هذا؟ يقول القطاع غير المصنف هي طوال به لعمليه فرز المستفيدين منه تقبض وقت، وبالتالي ما لست متفائلا نكون بعد سنتين الى ثلاثه بالنسبه لصندوق التامين الصحي وليس صندوق الضمان الاجتماعي، صندوق التامين الصحي ما لا يستفاد منه يكون عقب سنتين به اللي مرتبط استفادتنا منه تحول المؤسسات الى مؤسسات من القطاع المصنف وليست مؤسسات من قطاع غير المصنف. مولاي، بين الصمت المتواطئ وبين الهويه الصحفيه التي اشار اليها دكتور حسين المدو، الى اين سيحط الرحال بالمحررين الصحفيين وهذه الهبه الاعلاميه والصحوه وما اطلق عليه زميل مهدي نجاشي الربيع الاعلامي الشبابي في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة مستقبل ظاهر لأنه ما يقدر يعود واقع الولايات حتى من قتامة والله من عد الضبابية، لأن هي ظاهرة تشكل جديدة. نحن الآن الحمد لله تجربة أفرزت صحفيين أكفاء الحمد لله، رغم على أنهم بحاجة لمزيد من التكوين والتأطير من أجل الانتقال من مرحلة التميز والكتابة وفي التقديم إلى مرحلة الاحترافية، وهذا في الحقيقة مهم ويا الله هو اللي نطلب به وندعو له، لأن هذا كان من التحركات من الواحدين فيه، لا من أجل أن يعود للصحفي عنده معنى ويعود صحفي عنده كرامته ويعود بهيبته ويعود ما عنده ارتباط بأي شخص، يعود هو طاقة وحده يمكن استعمالها في مكانها اللائق، لأن الصحابي ما عليه علامة من الرقاش. وفي النهاية لو لم تكن التجربة هشة واللي نرأوا فيها على أنها ما هي قابلة تتطور ما شاء الله تتراجع إلى الوراء مع صمتنا، لما طالبنا بعقود، لأن بعض الصحفيين الذين يعتمدون على أنفسهم ولديهم كفاءات لا يحبذون العقود، يعني لأنهم يفضلون أن تكون هذه المادة متاحة للجميع لمن يدفعه حسبه. لكن نظرا لهشاشة تجربتنا ونظرا لدائما عزوفنا إلى محاولة استرقاق الآخرين واستغلالهم، كان لابد أن نتجاوز هذه المرحلة لأنها تحتاج وعيا زائدا بقيمة الصحفي ومدى اهتمام الصحفي. نتوقع اعتصامات، نتوقع تظاهرات، أنتم كنتم أمام الهبة، هل هناك خطوات أخرى؟ على كل حال نحن إن شاء الله مستمرون في هذا النضال، لأنه النضال تجاوز الجميع ولا علاقة له اليوم به، لأنها صحوة وصلت إلى وهي في الحقيقة الجميع يحمل هذا الهم وسيقوم به، وظاهر لأن الرسالة وصلت للجهات المعنية. نحن عندنا 4 تلفزيونات تقريبا و5 إذاعات اللي تعمل، ورسالة ظاهر لأنها ما لا تحتاج يا الله يعود فهم الشيء واضح عاد، رانا التجربة وخلناها
من السنة سعيدة. يا الله عندنا اليوم ننتقل من ذيك المرحلة الارتجالية صار مرحلة حقيقية، ذي اللي عندنا من الكفاءات نأسسوا ليه حسب الطلب وحسب الحاجة ونعرفوا علن عندنا يا الله ننتقلوا من هاي مرحلة الاستغلال، لأنه ما ترقاد نقفر الباب طبيعة الحال ما ينقفر قدامي غير يعود واضح عن المتدرب، واضح عندنا الهاوي، واضح عندنا أيضا لأن المتدرب زاد بحقوقه هو ويلا يعود تعويض عكس اللي عندنا احنا هون عندنا على المتدرب، لأنه لا شخص يستغل أيضا زمن كامل ولا عنده نهاية ولا بداية، وهذا خطأ. يا المتدرب توزيعته واضحة، عنده تعويض زاد عن تعبه، متدرب سائل يعود عادي ينتج عادي يعد المادة عادي يلا يخلص عليها، وعاد عندنا صحفيين ما تلاو ذيك الخانة يا الله أمه اللي أيضا يعود واضح ويخلق لهم تكوين وفي إطار يا الله أمه الوزارة تعود واضح لها الصورة لأن تجربة حقيقية ومدة تخطير التم دائما تسرب على عرش صحافة الجلال حرية الصحافة في العالم العربي. يا الله تعود عندها طاقم شبابي معروف للشيء ومكون ويقدر يمثلها لام شجاع في الخارج بدل من عود لام فاتحين قناة الفوق والتحت اللي يعدل فيها ما نعرفه قاع كانوا قزرة كانوا شنو، وهذا يسيء لصورة الإعلام في البلد ولين يتم بحقيقته ذي عقب ينهار. يا الله مول يعود همشي السلطة العليا يا الله تفهم علن ترخيص الله ينعطاه لار شخص مؤمن بهذه المهنة، لأن حد ما هو مؤمن بذي المهنة يعتبرها لا فعلا يقد يعود المؤسسة التجارية القانون يضمن له لأنه يقد يعود الطابة التجارية غير يعود واللي هو مؤمن على أن هذه المهنة مهما كان مهنة مهمة وعندها مستقبل، ما هي لا إياك يعدل به هو أغراضه والخاصة. وعلى كل حال اختلف مع زميلي المتميز الحسن محمد رمين، أنا في الحقيقة نعتبر أن هذه القنوات فيهم بعض فتحوا الباب للتكوين وساعدوا الناس في دورات خارجية للأمانة نذكرها، لكن هذا لا يكفي وخاصة هو أحد المتميزين في إذاعة موريتانيا وكان يقدم ننجح برنامج بعيدا عن السياسة، ولا أحد يشك في مهنيته استفاد من هذه الدورات وأيضا، لكن هذا لا يكفي ولا يبرر فصل تعسفي بمطالبة بالحقوق، لأن هذه الكوكبة كانت يجب أن تظل في هذه لأن السوق بحاجة لها ويجب أن تكون لها رعاية خاصة في هذه المؤسسة التي في الحقيقة عليها أن تفتخر بها لأنها انقذتها من الكثير من احنا نعرفه واقع المؤسسة ونعرفه ذاك اللي ضافوا له هذه المجموعة، رغم أن هي أيضا ضافت لهم فتحت لهم الباب وساعدتهم كباقي المؤسسات في البلد. نحن لا نرى الجانب الآخر الكأس نراوها لا من راوا لأن ثم أخطاء، لكن هذه الأخطاء أكبر من معناها تحديات أكبر من المطلوب. أنا كان قد يعود في نسبة عادية من 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 التفاوض في أداء المؤسسات ودورها في التأطير وفتح الباب للتكوين والعلاقات، إياك نعود ونقدو نمثل ونقدو نقيسو الخارج ونقدو نتكون ونقدو نعود وقاعد نفهم هذا الإطار، لكن في نفس الوقت مارست الكثير من الاسترقاء تحت هذا القطاع. هذا القطاع المعين قطاع الهواة وقطاع أيضا الكفاءات وقطاع عدم حب الذات استغلت هذه الخانة وضيعتها وواصلت وعليه يجب عليها أن تتوقف عن هذه الممارسات وتعيد تصحيح جميع المؤسسات تصحيح وإعادة الاعتبار أيضا لهذه بطبيعة الحال. الحراك مستمر بنا أو بغيرنا، هذا حراك مستمر ولا يمكن أبدا أن يتوقف، لأن هناك وعي هناك صحو الضمير عند الصحفي هو الذي كان يقبل هذه الممارسات. عندما يقبل الصحفي أن يقدم برنامجا تلفزيونيا سيشاهده العالم كله بدون راتب قانوني عقد قانوني معناها أنه يساعد في تكريس هذه الظاهرة، عندما يقبل الصحفي أن يرسل إلى تغطيات غير قانونية أو تغطيات ملوثة أو غير ذلك لتماشى وضميره معناها أنه يساعد في هذه، عندما يقبل الصحفي أن تهان كرامته داخل هذه المؤسسة حتى لا يطرد من أجل المحافظة على عيشه معناها أن الصحفي يساعد، أما إذا قال الصحفي لا وأصبح يعرف أن تجارته ليست بائرة فلا سيكون هناك إن شاء الله تغيير وسنتقدم إلى الأمام ولن يضرنا إن شاء الله خذلان ومن خذل لنا وإلى غير ذلك من الأمور.
لحسن، إلى أين سيمضي هذا الربيع الشبابي الإعلامي الحالي برأيك، بعد التضييق على الصحفيين، بعد تسريح ل 11 صحفي عندكم في موريتانيا، وأيضا تضييق على البعض في المؤسسات والتهديد بأن كل من يساهم في هذا الحراك من أجل عقود سيرمى إلى الشارع؟ في الحقيقة، أولا قبل أن أجيب على سؤالك زميلي الداهي يعقوب، أحب أن أتحدث عن نقطة تفصيلية حول ملاحظة الزميل العزيز ملايب بحيدة. يعني أنا لم أقل بأننا لم نتلقى تكوينا صحفيا عبر هذه المؤسسات أو من خلال علاقات لهذه المؤسسات. هذه المؤسسات استفدنا من يعني دورات تكوينية يعني استطاعت هي أن تحصل عليها من خلال بعض المؤسسات الأخرى القائمة على تكوين الصحفيين في الإعلام. لكن أنا ما قلته هو الإجابة على سؤالك. أنت سألتني هل هناك مدير كونك، هل يعني الطاقم الإداري لأي مؤسسة تلقيت منه أنت تكوينا خاصا؟ قلت لك لم أتلقى أي تكوين من أي مدير، وهذه حقيقة يعني من أي مدير من المؤسسات التي يعني مررت بها. لا أدري شيئا لبقية المؤسسات. هناك فعلا مؤسسات محترمة ومديرين محترمين لهم قدرات هائلة في مجال الإعلام، ويستطيعون أن طبعا يسهموا في إطار تكوين الطواقم الإعلامية. أما بخصوص الربيع الإعلامي الذي تشهد الساحة الإعلامية حاليا عن طريق هبة شبابية من قبل المحررين والصحفيين الشباب، فهي يعني بالعودة إلى معطيات الواقع وبالعودة إلى الحقائق الموجودة على أرض الميدان، تستطيع أن تقول بأن هذه الهبة طبيعية جدا، طبيعية لعدة أمور. من أولها الواقع الذي يعيشه الصحفيين الشباب داخل الحقل الإعلامي، منها طريقة ربما التعامل مع هذه المواهب الشبابية. يعني أنت مثلا لديك نموذج واضح لدى جميع الإعلاميين، هذا النموذج 11 صحفي من خيرة صحافة إذاعة موريتانيا أم أف أم بشهادة الموجودين في الحقل الإعلامي طردوا. يعني كما قلت لك، هذا النوع يأتي في إطار الرد التصعيدي على الحراك الشبابي الذي يقوم به الصحفيين ويقوم به المحررين، المحررون الشباب والصحفيون الشباب داخل الحقل. هذا الحراك كان يعني أنت لديك جميع بقية المؤسسات الأخرى لم يتحرك منها أي مدير في إطار الرد التصعيدي على هذا الحراك. يعني لم تستفز هذا الحراك، لم يستفز إلا إدارة واحدة، وكانت خطوتها هذه الخطوة، للمتلقي أن يقرأ هذه الخطوة على المنوال الذي يحلو له. المهم أنها حدثت وطردت 11 طردت كوكبة من الإعلاميين خارج المؤسسة، ذهبت إلى الشارع دون أبسط حقوق، دون حتى كلمة شكر على عطاء عام من التضحية ومن العمل داخل ميدان هذه المؤسسة. بالتالي ماذا نطالب به هنا؟ نطالب به باسم جميع الزملاء الصحفيين داخل الحقل، نطالب بمراجعة للوضعيات القانونية للإعلاميين، لأنه لن يتحقق أي احترام للإعلامي إلا في إطار قانوني. هذا يعني هذا صحيح، العلاقة بين المدير والصحفي يجب أن تكون في إطار قانوني. يعني حالتها إلى البعد الأخلاقي يبدو بأنه غير ناجح، لأن يعني هناك بعض من لا يعني من لا تستطيع أن تقول من لا يعطي الأولوية كثيرا للبعد الأخلاقي في التعامل مع الآخرين. بالتالي لا يجب أن نحيل هذه العلاقة إلى البعد الأخلاقي ونتركها هكذا في ميوعة. يجب ترتيب وتنظيم هذا الحقل من خلال أولا تنقيح الحقل من العقول التي لا تهدف إلى بناؤه، التي لا تهدف إلى تنميته، وإنما تمر به مرور الكرام بالجيفي وتريد أن تستفيد منه في لحظة من اللحظات، تريد أن تقطف ثمار هذه الحرية كما قلت لك بمنافع مادية تعود عليها. بالتالي هذا يجب أن يعني يصفى ويغربل هذا الحقل من هكذا عقول، ثم بعد ذلك قام بإطار قانوني يحمي الصحفيين من أي اعتداء يعني خارق للقانون من قبل مديري المؤسسات، وبالتالي أيضا إعطاء الفرصة أكثر للصحفيين عن طريق هذا البعد القانوني. لأنه بغيابه، اسمح لي ده يعقوب، بغيابه سنفقدك أنت، سنفقد حمود أعمر، سنفقد يعني عديد الإعلاميين الموريتانيين،
لن تكون هناك أي موهبة إعلامية تتألق في سماء الصحافة الموريتانية، ستقتل، سيقومون بوأدها وهي لا زالت في أرهاصاتها الأولى، يعني ستخطف أحلامنا. بالتالي نحن نطالب من هذا المنبر الحر، نطالب تدخل عاجل من قبل ولي الأمر، صح التعبير، ولي الأمر، من أجل تصحيح وتنقيح هذا الحقل الإعلامي من هكذا آيات خفية تعمل وراء الكواليس من أجل القضاء على ثمرة المواهب الشبابية، امتصاصها ورميها إلى الشارع. حمود، بين الموهبة وبين أيضا متطلبات العمل الصحفي بعقود صحفية، كيف ترى مستقبل الصحفي الشاب الذي لديه موهبة ولديه طموح بأن يسمع صوته أو يرى أداؤه، وبين حقيقة بأنه لا بد أن تكون هنالك عقود قانونية؟ شكرا، هذا السؤال جيد. بين الشاب الذي هو يدخل هذا الحقل الإعلامي كهواية، هذه أعتقد بأنها هنالك نقطة مهمة. بعض الشباب يدخلون الإعلام كهواية، همهم الأول والأخير أن تسمع أصواتهم على أثير ما أو على الشاشة ما، هذا هو المشكل الأساسي، المشكلة الأولى التي نعيش تبعاتها اليوم وتراكماتها في الفترة الحالية، واستفاد منها القائمون على هذا الحقل الإعلامي. واستفدتم أيضا أنتم، أصبح هنالك حمود اللامر نكتة على الهواء وبالتالي لا تزايد عليهم. فعلا أنا استفدت وهم استفادوا، لكن الأكثر استفادة أعتقد بأن القائمين على الحقل الإعلامي هم الأكثر استفادة. أنا استفدت فعلا لأنني ولجت إلى الإذاعة ولأول مرة إذاعة موريتانيا أم أفهم، وفعلا كنت حرا طليقا على أثرها، هذا أمر يجب أن أذكره وأشكره لإذاعة موريتانيا أم أفهم. لكن أيضا هذا لا يغريني حتى أنسى بأنني عامل في هذه الإذاعة، ممارس علي الاستغلال المشحف، ويمارس علي الظلم، يمارس علي كل يعني آليات التي بالإمكان أن تقضي علي كصحفي شاب، كزهرة ما زالت في عزها يقضى عليها يعني بهذا الاستغلال المشحف، هذا أيضا لا تنسى. لكن فعلا هنالك بعض تصاريح الإعلامية أخيرا من بعض القائمين على هذه المؤسسات، يقول لك الواحد منهم دخلوا متدربين أو متعاونين. نحن أتكلم عن حمود العمر، الحسن محمد الأمين، الشيخ المهدي النجاشي، هذا الثلاثي لم يدخل إلى المجال الإذاعي يعني كمتدرب، لأننا التحقنا بالحقل الإعلامي في رهاصاته الأولى، كنا في المواقع في الشرائط، يعني كانت هنالك ممارسة في الحقل الإعلامي منذ سنين طوال. إذن لسنا وجوه، فعلا وجوه جديدة على الشاشة، وجوه وأصوات جديدة على الأثير، هذا أمر. التحدي بين الموهبة وبين متطلبات العمل بكلمة. التحدي بين الموهبة ومتطلبات العمل، هذا أعتقد بأن اليوم نحن طلبنا اليوم واحد. أعتقد بأن الهبة من خلال الوقفة الأخيرة كانت متجاوبة، لكن نرجو أن لا يكون ذلك التجاوب في حدود التنظير، لا أكثر ولا أقل. نحن نريد نقاط على أرض الواقع، نحن شباب داخل الحقل الإعلامي نبحث عن حقوقنا، نبحث عن منطقة الضوء، نحترم كل المؤسسات الإعلامية، لا نفرق ما بين أي مؤسسة إعلامية عن الأخرى، ونتمنى أن نشاهد مستقبلا إعلاما واعدا يحقق أهدافه ويضمن للشباب ويضمن لكل الصحفيين القائمين في هذا الحقل حرياتهم أولا وحقوقهم أولا. وأرجو وأيضا هذه الشكر مني أيضا لنقيب المحامين، نقيب عفوا الصحفيين، نظرا إلى أنه سيرنا ووكبنا منذ الوهلة الأولى، وتحياتي لكل الصحفيين، وأتمنى للصحفيين الشباب الذين ما زالوا في الحقل الإعلامي أن يلتحقوا بنا وأن لا يتواروا عن الأنظار، لأن الهدف واحد و الطلب واحد، هو ضمان لحقوقنا مستقبلا وفي الفترة الحالية. فقط نقطة فقط أريد أن أشير إليها، هنالك بعض من الوسائل الإعلامية أخيرا هي الأخرى بدأت تعيش على وقع موت سريري، إذن هنا السؤال موجه للهابا، لماذا منحت رخص قبل أن تتأكدي من أن هنالك ضمان مالي أولا؟
فقط هذه النقطة أود أن أرسلها من هذا المنبر إلى السمعيات البصرية، وأرجو أن تكون حاضرة لكل نقاطنا ولكل دعواتنا المطالبة بأن ينتشلون من هذا الحقل الإعلامي إلى بر الأمان، وأن نطمئن على حقوقنا. وهذه تحياتي لكل طبعا الصحفيين كأني الآن في البرنامج راجين أملي من هذا القائم من أعلى الإعلام، لأنهم باختصار الحاكم يطيح منهم شيء باختصار. دكتور حسين، أخيرا إلى أين يسير الحقل الصحفي الموريتاني وسط هذه الأشواك الشائكة، وسط هذه الإكراهات، وسط أيضا هذا الشارع الذي يرمى بكل موهبة إليه بقدرة قادر؟ شكرا جزيلا. أولا، لا خوف على المواهب، لأن في مناخ تنافسي تعددي، وبالتالي في القطاع الخاص يمكن أن نخاف على الذين تم استقطابهم لأبعاد اجتماعية أو غير ذلك. أما أصحاب المواهب فكل الناس بحاجة إليه، بالتالي الجماعة 11 كوكبا سيلتحقون وسيندمجون في الحقل الإعلامي بكل تأكيد، لأن المواهب لا تغيب، والكواكب وكذلك إن غابت عادت. هو عمل مؤقت، وهذا هو سر الليبرالية، سر التنافس في وجوده، بأن الأبقى هو الأنقى، الأبقى هو كمقاول وكعامل قائم على تلفزيون أو على إذاعة سأكون مضطرا لتلبية رغبات القراء والمستمعين على أن أختار الأحسن من بين ما توفره السوق. الناحية الثانية، أعتقد بأننا نعيش ظاهرة صحية تعبر عن حراك شبابي هدفه تحصين وتأمين هذه المهنة الصحفية بالمزيد من ضمانات النجاح، وليس فقط المهنة الصحفية وإنما حتى التجربة الجديدة، وهي تجربة السمع البصري وتحرير مجال السمع البصري. وأملي كبير وقناعتي ستتعزز في الأيام المقبلة بفعل إعلانات النيات التي تم تقديمها من طرف بعض القائمين على هذه المؤسسات، أنه بتشاور بيننا والسلطة العليا، السلطة الضابطة والناظمة لهذا الحقل، أنه سيتم تصالح هذه المؤسسات مع مقتضيات القانون بإقامة عقود جماعية خاضعة للاتفاقية الجماعية للشغل مع الصحفيين. والأكيد أن ستكون ثمة ضرائب، هو ضرائب ضرورة المزيد من الاهتمام، اهتمام الصحفيين بالتكوين والخبرات، لأن التنافس سيكون على في سوق تعددية وتنافسية، وبالتالي سيتم التعويل، وهذا ما يطمئنني أكثر على الزملاء، ما يطمئنني أكثر على الزملاء، سيكون التعويل أساسا على مستوى الكفاءات والخبرات لدى كل فرد من أجل أن تحتضن أي مؤسسة. وثمن الحراك الذي قام به الشباب واتحاد المحررين الشباب، لأنهم في النهاية لا يحمون ولا يسعون إلى حماية أنفسهم فقط، وإنما يسعون إلى تأمين وتعبيد الطريق أمام أجيال الصحفيين، حتى يشرف الملتحق بالمهنة تشرف المهنة، وحتى يشرف أداؤه أيضا يشرف المهنة، ونحقق مزيد من التراكم داخل الحقل الإعلامي. كفانا غياب تنظيم، فلنؤسس لمهنة الصحافة كمهنة استقرار لا كمهنة عبور، ولنحافظ جميعا مختلف الشركاء سواء كانوا اجتماعيين إعلاميين رسميين على ضرورة إحاطة تجربة تحرير المجال السمع البصري بكل ضمانات النجاح، وعلى رأسها الاهتمام بعصب العمل الإعلامي والصحفي تأمينا لحرية الإعلام وتكريسا للتعددية ولحق المواطنين في الإعلام. مع الإشارة دكتور حسين مدو إلى الأسماء الصحفية الشبابية التي استهدفت مؤخرا، منات محمد حيدرة وعيش سيدنا، وكذلك طويلة العمر ومحمد ياتي والشيخ المهدي نجاشي وعبد الله الخليل وأسماء صحفية أخرى، سيد محمد ولي الكوري، أشكر في نهاية هذه الحلقة كل من الأساتذة، رئيس اتحاد المحررين الشباب والحاصل على جائزة حبيب محفوظ في إحدى نسخها الماضية الزميل مولاي البحيدة، الشكر موصول أيضا لمقدم بعيدا عن السياسة سابقا ورئيس التحرير ومدير الأخبار السابق في إذاعة موريتانيا لحسن محمد لمين، شكر أيضا موصول لمقدم نكتة على الهواء لمن لا يعرفه حمود والعمر، الشكر أيضا موصول كل الشكر لنقيب الصحفيين دكتور حسين واللمدو. هذه تحيات بوشامة وعبد اللمه في التصوير، تحياتي داهي يعقوب، في أمان الله.